الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والله ليال وإدين سلامي إلهي درتي سيني جعل هوان إدين سلامي ما أنت سلامة إسلام إدين كل سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حارب إن شاء الله تعالى أنا كوضع هذا الموضوع عاد وقيمة بضن وقف والب أما هيستو أما سجايو إنه لكل ما موضوع صحة وايه عرورتا سيدا أغوفي عن أولالا نقما قفو البو أنجا نجمد وحو جعليا هاي المهيسة إني أنقضان باري المهيسة إني نقضان قفك أغوفي عن المهيسة إني قرآن كحفديين المهيسة وحي عن وحو البو المهيسة وحي جعليه إني كر نقضان ما لما المحكمة ده رسول صلى الله عليه وسلم أي سؤال صحابة ويدي وحو يجيد تمرتا أو مسلم كجيد لقو مثلي كرشيقة صحابة دي ووينة إذا جوكتا أبو بكر يا عمر يرد ووينة جوكا عمر وحا الله صعود ويلكيس عبد الله بن عمر على صعود صحابة دي ووينة لأن مركاس وآشي رسول صلى الله عليه وسلم ويدي ويكحش وذا ويقروا ويحي لأن رسول دائما رسول صلى الله عليه وسلم صحابة دي وحويدي محاو حيلي جل الله ورسوله أعلم سود رسولك أبو شيقة. طيب صحابة مركو ويدي رسولك ويدي وكذا الجواب وين مرك النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول حوير تمر جيدك تمر توا مرك يصاب بحين أبو عمر يويل كيس مرك يصور راعين عبد الله وحوير يا أبتي وأقاني جواب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحوير محقق الجواب ويسي مرك يصير وحان كحش وضي أديق وجوهتت إن كجوابه أو أبهيس أبه يرجعوا وينو جرموا إنا أنا كجواب عن كحشادة وحير والله وحن أدق وفرح لها إنا كجواب تد أهبول بركساس وان قف والب الدنيا ذي جوا وحو جعليه إنه أسير نبرون حتى مركا ترتن جليس ولا لها مركا على جليس يتو حاجة عش إنه قف كنا نبرون نقط إذا جعش قف إنه كار هاي مجعله لكن والد هل وحو جعل عنو جيسة هدو بوند بر كسر رأي كانوا وفرحة داس والدك وحو أسيق قبواي وحو ربع عنو جيس إنو قبطل والدين دقالوا حرق القرآن كم يحفظي السنة تفسير كم يقانو لكن عنو جيس وحو رأي إنو قرآن كحفظي إنو قرآن تفسير كبرتو والدين تقاركو ذو وحا أركيسا سكول ميسن إغنين جامعة مقلين عنو جيس وحو ربع سكول كماشي أغوصر رئيس إنو قلو جامعة دماشي أغوصر رئيس إنو قلو أسيق مسمينين وحو إسلي وحا أديك سمي ويس عنو قاقا هكو سمي والدك مركزاس وايد دبي عذا ساكو جرتو عرورتي سوحو جعله إني نقضان عرورتو أو وفي عنو كرلو فيري ما شاء الله إني هبل والي راهو هبل وإن الوالد والبساس وجعليه بساس وجعليه لكن والد والبقرن تاسمه هلاي جوابتو أمي واي جوابتو أمي واي مركا والدك وحاس روا إنو هلا سلوكو هلا سؤاشا سوايد مركا تهرب ما أنت ناكي جوابا والد والبو أنا جنا جمده وحو جعلي هاي علمه سأني نقضان قفك أو غفي عن قفك أو غسر علمي مادي علمي الدنيا ديني الله بضبه وحو جد القرآن كمرك يلا قارئ نسقك كوب هذا تحت حفظي وح أسوي استرت ما قيل القرآن ما بيقان الهويين قارقوا مساكين وحاركيس علمي واكين يسوي حدوك سيلا سو كله يسوا واسو وضع إيدي ما تقارن القرآن سلو أقرية لكن وحرت عنو جيده إنه القرآن كنمبر ون نقضي ربطه إنه القرآن كنمبر ون نقض حاركيسا مرك والدين وجعلي نفتي لعقوك بحنا ومشقي واسو تهاقوك سو شقينا ما مضو ويرها وسو سو قراعي صدوق ويرها وسو سو قراعا مع ذلك وحيجين عنو قودي النبر والنقض صابتي أسمينا وحاوة المهو دي جعليهن اي نبر والنقض لكن جو سؤاشا ما يشتال والدين تي بادي المهو دا سهير هبان من نقضان مع الأسف unfortunately ميا من نقضان والدين تعرور تقاركو دني وافعنا ذا عرور تقاركو دني وضع ذيك البحار عرور تقار كودن وأسكر أحد حادوا سؤالك على عرور تفي أنا تما بدن مس عرور تحوم هذا بدن مع الأسف والجواب آد حوم واي أول نحتم بدن عرور تمركي لك يعني المها بقول كي بتضبطه وحدي كنا عرور بالذات ودن قلبك لك يعني سيدي والدين تربين أي ربين ميس النقطة هذا بق هذا جعشي عرور هذا ساعة ذي ربتت إني يكون نقضان محالة جابها هي إنا سنيس الله بق وسدحهم كلا قادين إن هذا ولي جورسنين، إن هذا ولي جورسنين. تتكسان كبلا بين هذان ولي جورسنين. هذان تعرورت هذا إن يكون عكسنا هذان، يكون في عن هذان سد هذان أحنا نسميه. كو والد كبارئ النقو. هذيك والد كبارئ النقو. هدارت إني ذات كان ولي جورسنين كهذا لوينايا. سد هذا تكو كلا قيبيني. قيبتكو هذا حوا ذات كان ولي جورسنين.
هداج عشيد عرورت هذا إني كوفي عن هذا سدى أذير ربتت وإلهي كاقد ليغو إيه سكة في عمبو كو والدك أذيغ باري النقض والجزاء من جنس العمل قفكي والدك سباري النقض ووناك سنادو عرورتي سنة باري النقض ووناك سنة نيسا جزاء من جنس العمل سا والدك أوفي عناتي إيه عرورت هذا كوفي عنا نيسا بروا آباءكم تبركم أبناءكم والدكين بارك النقض عروتين بارك إذن نقض نيسا تاسا نمبر ونوا يا كان لون دات كان ولي قور سنة تلوات لغاية بها إناس ميسد وحواي تقوى ذا إلهي بادي عبسد إلهي إيمانك صح قفك مركو إلهي كبقو وناك سنادو كسعود وناك كسعود إلهي سبحانه وتعالى وحفظنا إلهي ما يلبضن وكاد لحر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك مركو إلهي كبق وحولب إلهي سبحانه وتعالى وأفضو ذينا وفضينا تنكو باد وحانا أذيك والدك باره ونقو تنلا بادن عبسيد إلهي بادي أعماش وناكسا بادي خيرك بادي صدقة بادي صونك بادي وناك كستو أسمين كرتي سمي سلفك وروحي ليه جيلين عمل وناكسا نسمينا وحان أني يسرعين إلهي إلمه يقوها قاجي الله أكبر وحو أسمين يوحا إنو إلهي إلمه يقوها قاجي كورن عمل وناكسن يسمينا صوت سمح وإنه إلهي ميس وهو يجي سو تاسنا تلبات وان تنسى دحاد لقاق باهن دات كان ولي قورسني ونو قفكا قورسني سيت اسكفيري قفكا قورسني سيت ها اسكفيري حدا ننتهد قبرد هاف كفيريني نقروح ذا نما كواسنا قانا بادي وحاجي عشا قبر قرحا نمور بمحارتها دات روحو كله قبر عط ديرا ربع سيمبل و و تايتل نيول بو اوغو قوري ميشن اوغو قورا و ديهو سارنتا غبدان و خوينو خولينيو غبر عادو ديري سورادي طيب و قروح نمبر 1 اكيسو حاكي قروح او تالو قروح قروح لقف البوجي عليه لكن والله هوري رسول صلى الله عليه وسلم حوير تنكح المرء لاربع دمركا وحلو غوسو افر و كو لجمالها قروح ذا وبدين ماك ماشي كلام و لحسبها حيث فامل وحيك دلتي لان ديري كدلتي فامل ريب قري كدلتي فامل ساني كدلتي سدح لمالها قبر العقل والله قبر ان يربي اقينيسا ومريكا كيكينيسا اما العقل اللي انا كدحلا افر لدينها دين تيذالو كورسا رسول صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تربت يدا قبر دين تله كدك هاتسو قبسو قورسو إلهي حق عن تذاكو بركة تربت يدك علماء تربت يدك وحكوفة سنة قعمك عبور سيد عرضوا بص أولا ذا عرور بضم بركة سنة إلهي سبحانه وتعالى كاسيو سو كو ننه داتي دحالو بهاي إنا راستيد قبر في عن راستيد قبر هدا قروحو قورستيد ونع دين أدو في هدو إلهي سكادر انت سأل الحمد لله يا بهالي كرابو هدو إلهي قروح إيو دين إيو حالو إيو نسب إسكاو ضدرو لما هيلي كرابو قفه لي كرم الله لكن انت ايش وايرت مليون كي بها القفه ايش انت ايش طيب كو حنا احنا مركا انا كرهت ستيد جبر دين له هذا جبر قروح وغورستي فائده بدنا كو هلنا لا يا قروح تدوا غورستي يا سو حالا غاب اني كو كبرتو وحي كو ارغتا اني كاس ريسو وحي كو ارغتا وحالا غاب ان قفك قي كا قروح او باهنتيد مركاستو وحالا غاب ان كنو لا تذل كنو لا تدا لا غاب بكاس بوينت غاس بس مركو رب راتتي راتتي هدا او غورستيد خوله او غورستيد نو خا لا يابا اني مركو هورو كو عذابتا لا يابا او خولاد كو ترى غبر سومااليا ديي جيد حكومه ما هي جيرن سومااليدا سومااد حكومه ما لا ديي جيري خوله غبر ما سمتين لو ما دواد اها خوله غبر غبدو في ون وناكسن وجير اكزامبل ان كبخنت ونا غبدو وناكسن لكن بادي خوله هيدا غبد اديغا مسؤول كي انا خوله هيدا او راستيد او غورستيد ما اها ما اها خوله هيدا اديغا لاغا باهن انا بيشيد لكن هداه او قشيد بو حوله انا او قشيد اما دتك قاركود اي او غلان قبل الدين تيد ما فيرناي اخلاق ديد ما فيرناي وحده ما فينا وحا مسخخده اغا قفنا نين كان انو افريكا كسو بخو يوروب اما امريكا يمادو قبل مي سوشيال ميديا هلي اسكبرنا قبل ديال لوقت لو قمن ات له لوقت لوقت لو سارا قبل دي مي قانو وحيتهي دين تيد مي قانو قبل ودده كسو دحد مي مي او قبل او مو المهم حورا يوروب سو كسو غلو ماشي قبل إيماني سو وتجي ساي مضح وصار حمان دن ما أركايا قبل دي مركز أكو جور سنة عروة إيماني سو مريكان على سو قري
iyada markii hore qof wanaagsan ma aheen ninkana asalan wuxuu u soo galay arintaas u soo galay waxa imaanay meesha burbur iyo waxa imaanay kala taga imaanay iyo dib ruurti markii meeshii ku baxay qofkaas oo kala markii hore u galay maslaxa u galay oo u galin diina u galay maslaxa u galay suu u rajeynay ruurtiisa markii ruur wanaagsan inay noqoto suu u rajeynay ma heli karaa ma heli ma noqonaysa ma noqonaysa hadaa u gashid way ka bareebani fulan nasab aw gashidne markaas too walaal walaalaha hadda is dagaasho wariyay ay Soomaaliyeysa lagu leeyahay adigu reeyay bal aanaga gabadha kugu darnay ma yaa Soomaaliyeysa maxay Soomaaliyeysa allaga inuu markasta adigu waxa ku nooshay dulinimo iyo hoosnimo ku nooshay tan ugu fiican marka waa gabadha diinta la xawaa diin wallahi quruux waa diin waa believe me quruux gabar quruxan hadaarati diin gabar diin la gabar diin haday leedahay waa gabar quruxan waa quruux da asalan qof kasta fasir daati la qof bas uu fasira waxa la inay hadan in inuu gabar guursado hadii gabadha waxa laga inaa uu aragtay a'uudu billahi fa alhuma badana inaa tiraad ninna wuxuu u guursaday gabadha ugu qurxa inay tahay gabar waxa la inaa tiraad waah ma sha Allah gabadha cirki ka soo dhaacday ninna inuu arko gabadha ugu foolxun inay tahay ama aan bi istahaylin hata in la fiiriyo qof hada qurux dhii kala waxaana qurux dadku isku wada raacsan ma jiro qof bas uu qurux u arka qof bas uu qurux u arka laakin quruxda rasmiga waxa uu qofta diinta lahwaa farz farz far bidaati diini taribat yadak gabadha hadii diin leedahay diin hadii leedahay waa ku wanaajinaysa waxa jirtay qiso gabar si fiican loo soo tarbiyay waalidkeed si fiican u soo tarbiyay aabaheed kaligeed oo kalahaa nin lacag leh kambani weyn uu lahaa engineer kambani engineer uu lahaa hashaas gabar uu lahaa wiilaa marka dambe uu yimid la shaqeyna wiilku wuxuu arkay marka maashaa wiil mujtahid oo fiican oo sameeyay markaas wuxuu yeeyay gabadha hal gabar kale leedahay gabadhaada wiilkan mu guursay gabadhii u sheegay wuxuu wiil fiican ku arkay ka waran wiilku u sheegay wuxuu niyo gabar aan leeyahay ma ka waran wiilku u farxay tabaan hayuu dhahay wiilka shaqadiisu iska watay tamac adduunyo kuma jiro wiil wanaagsan gabadhiina gabar si fiican loo soo tarbiyay wa is guursadeen markii is guursadeen ninkan biilku qaato meesha ka qaato shaqada ka qaato maalin walba heli macuuni karaa maalin walba heli macuuni karaa marka wuxuu rabaa waxna meel inuu ka dhigo waxna lagu nooyo guri ijaarkii cuntadii iyo marka jimco walba waxaa cazuumi jira gabadha hooyada aabaheeda guriga hooyada aabaheeda ay tagi jireen marka jimcadii markii gabadha guriga hooyada aabaheeda laga cazuumo waxaa loo sameeyaa maadaama gabadhu dhahay hilib baa loo sameeynaa oo chicken baa loo sameeynaa oo fish baa loo sameeynaa cuntada ay nooca loo sameeynaa way tagay meeshii tagay marka cuntadii waa laga wada cunaa marka aabihii markii la keen wiilki waa cunaa hilib si fiican gabadhi markii guriga hooyada aabaheeda tamaa hilibna ma cunayso chickenna ma cunayso fishna ma cunayso maalin hooyada markii cun markay tiraaha ma cunayso maalintii dambo aabihii wuxuu ku yiri wiilka wuxuu ku yiri wiilkii ilaahay ka baqay maxaa gabadheysa u gashay wiilku wuxuu yiri waa naxay markaas wiil maxaa dhaca wuxuu yiri gabadheysa u guursatay ilaa yoomina hada hal maali guriga hilibna kama cunayso chickenna ma cunayso kama cunayso waxna kama cunayso markii cun la yiraahana waxay leedahay hebela maalin walba san hilib iyo chicken iyo fish uu cunay maalin walba cunay waa naxay waa iga hor yimid ninkii wuxuu yiri madaxa qabsaday waa yaabay hilib ma cunayn ba jimaama markii banaanka u soo baxeen aan waxaan ku dhahay yiri maanta arrimaa dhacday markaasay tiri haa markaasaan waxaan ku dhahay maxaa u sameeyay saas markaasuu waxay ku tiri faamilkayga aqaana haddaan dhaho ninkan oo hilib iyo waxaas ma cuno faqrinimadaada la dareen waxaan kid waxaan diiday inay hoos kugu fiiriyaan waxaan jeclaysa markii inaan kor lagu soo fiiriyo maadaama ninkayga aad tihid oo caruurtiida aabaheed aad noqonaysid waxaan jeclaa inay kor faamilkayga kugu soo fiiriyaan ninkii wuxuu yiri wallaahi maalintaasi qalbigii gabadhaas u gashay wuxuu yiri meel waxay gaartay qof uusan gaarin gabadhiya ka xanuunsatay marka masaajidku soo oynay sheekh masxaaqa ka sheekeyna markaas waxaan ku yiri maxaa kugu dhacay markaas gabadha war gabadh xanuunsan oo ma oynaysay maxaa jira wuxuu yiri sheekhu gabadhan qisiday taas markuu qisiday sheekhu wuxuu yiri gabadhaas ilin ma ahne dhiigin la ooyaystaayshay gabadha saasoo kale laakiin waa yaryihiin gabar si fiican loo soo tarbiyeeyey waaye oo wanaag xoolay leedahay laakiin xoolaheeda ma fiirin wanaagay fi qof markuu diin leeyahay marka saas waa inta marka banaanka joogtid guurso gabar diin leh guurso gabadha hadda diinta u guursatid saasay ku karaameynaysaa saasay ku karaameynaysaa gabadha marka aadeyna ninka kaliya ma ahan gabadha ninka guursanaysid iska fiiri caruurtaada aabahoodu noqona caruurtaada aabahoodu noqona caruurta muhiimadeeda rabna inaan kada caruurtaada aabaheeda maadaama uu noqonaayo waxaa loo baahan yahay marka hore aabo aad ku faani kartid dhihi karta caruurkiina this is your dad waa kani aabihiina aad dhihi karta oo kor loo fiirinayo u raadi guursa kaas guursa ha u guursanin nin
يوروب ku geena ama mareekan ku geena noloshan faqriga oo dabka la shidaayo oo busta ah ama guri meeshan oo baabuurta aan lahayn inay ka guurto yuroob ama mareekan ku geena ha u guursan nimanka wadada ka dhaceen oo leenka ka dhaceen oo suuqa galay oo la diidi ka waayeen gabar ka waayeen wadankii joogan ka waayeen inay ku yimaadaan iyo ku dhihin aniga hebel ah mareekanka yuroob aan ku geena aan ku guursada iyo ku dhihin iska fiiri iska fiiri ninkaas ugu waa nin aan naftaada u dhiibaysid waay naftaada siinuysa ninka hadduu haduu kuna cuubu ku furi karaa laakiin adiga markii hore haddaa guursatay nin aan kuu qalmin aad guursatid hadhow xataa waxaa laga yaabaa haddaa isdhibtaan inuu furitaanka kugu dhibaa laga yaabaa adigana isma furi kartid culamaa u tagay sheekhyadii waa cabsanayeen annaga gabarhanu imaanaysa iga fur ninka ninka haddii laga furo ninkaanu imaana annagu nala dagaalama marka dadkiina waa baqay dowla ma jirta meeshan ninkii uu imaana inuu caawi wuxuu lahaa naagtii rartaa inaa aruusid miya dagaal iyo buuqu kuu fura marka wadaadadiina waa baqaayeen kuma soo degdegi karaa inay kaa furaan dhaqsi kaa furaan kuma soo degdegi karaa sidaa darteed ninkaa naftaada u dhiibaysid ha u fiirinin qurux ha fiirinin xoolo ha fiirinin meeshuu joogo ogow ninkan caruurtaada oo mustaqbalkaaga ah aabahood waa ma jeceshahay caruurtaada inay aabahooda ku faanaan dhahaan aabahay waa qasama nin walba sheekh inuu noqdo oo meel ka muxaadaraya ama inuu sheekh noqdo qur-aan xifdisa maya ninka akhlaaq inuu leeyahay loo baahan yahay nin wanaagsan salaadiisa tukado xumaan aan sameynin xumaan oo waaweyn aan sameynin ama banaanka aan soo dhiganin qof walba anaga nimid wuu qaldama ama aan banaanka soo dhiganin akhlaaq la dadka dhan ay ixtiraamaan loo soo istaagay miya mise waa nin qof wal markuu acuudu billah kiya soo socda la leeyahay ilmaha xataa markay iskuulka aadaan waa isku caayaan aabbahaasaan waa aabbahaasaan waa la dhahaa marka ninkaa rabtid inaad guursatid caruurtaada aabbahooda noqdo caruurta u baahantid inay kaa fiicnaadaan ninkee waay ma nin oo usoo gashay yurub inuu ku geeyo ama xoolo ku siiyo bismiya mise waa nin aad u gashay inuu mustaqbal run ku siiyo oo caruur wanaagsan aad ka heshid usiisaywa adigaa loo baahan marka su-aasha isweydiin nebiga sala allahu calayhi wasalam siduu nimanka ugu sheegay ayuu gabdhahana ugu sheegay nimanka wuxuu yihi gabadha afaraa loo guursadaa quruxaa loo guursadaa diinaa loo guursadaa xoolaa loo guursadaa nasabaa loo guursadaa rasuulka makaa tegay maya wuu kuu sheegay marka tan ugu fiican wuxuu yihi fadfar bidaati diini taribat yadaak tan diintale ku dhag dhab siiso oo yah ka fuqin gacantaada allah kuu barakeeya gabdhihii muxuu dhahay markaa idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idiin yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku kalsoon tihiin aad ku qanacsan tihiin u guuriya sababtu waxa waa caruur wanaagsana meesha ka imaanayso nolol wanaagsana meesha ka imaanayso nin ha u guursanin markaa ninkan waa qurxan yahay ha u guursan ninkan xoolo badan uu leeyahay ha u guursan ninkan guryo fiican uu idhisa ha u guursanin ninkan dibadda u geyna maya ha u guursanin waxaa u guursataa ninkan diinna waa leeyahay fiiriya diin iyo akhlaaq nebiga waa israaciye ibni aadan sheekh haduu yahay ama shariif haduu yahay ama shaytaan haduu yahay ibni aadanka ibni aadan waa dad waxaa jira aada u kulkulul akhlaaqna aan lahayn weder sheekh ha noqdo ama shaytaan ha noqdo rasuul sala alay wasalam wuu israacay marka wuxuu yihi idaa ataakum man tardawna diinahu qof diin leh wanaagsan oo cilmi leh oo wanaagsan oo ay ku yimaan iyo akhlaaq leh akhlaaq leh waxaa la qofkan salaadiisa inuu iska tukado iska sooma diin leeyahay laakiin akhlaaq uusan lahayn faraa ka qaad wax ka fiican laa kugu bedel akhlaaqda muhim waa labada qofood waxay ku wada joogta akhlaaqda waa ninka hadduu cayta maka waran mar kasto salaadiis wuu tukanaa laakiin heblasaan isaagaysaanaa tahay aabbahaasaan wa hooyadaasaan wa maantana caay u kortaagee lan akhlaaq ma laha akhlaaq ma laha qofka hadduu akhlaaq leeyahay uusan diin lahayna faa'iida ma lahan faa'iida ma lahan akhlaaq uu leeyahy meeluu ku geynaa hadal fiican uu kulahda laakiin diin male tii ilaahay uu guuyey adiga taada maxay kulata markii howlongu hayna uu xiriirina marka labadaas waa laba tiir nin markaa guursanaysid labadaas tiir fiiri labadaas tiir fiiri marka ninkii caruur wanaagsan rabo oo aan weli guursanin waxaan dhahnay saddexdan arrin samey gabadhana u sheegi doonaa
كو والدك بارئ النقو لبو إلهي عبسدي سبادي سدح قفك قورسني سيدني قف وناكسن أو نفت هذا أدو إيبي سيد سرت هذا بني نقوني سيد remember نينك حاس كيس رسول الله سبحانه وتعالى مركو شيغا يوحوير هن لباس لكم وأنتم لباس لكم نرو كت المامي لبسو كت المامي سوات متقانا نينك إي حاس كيس وحاواي وحال لها يصير فيه إدبول كيدوا وحكا كلا قرسن مجرتو وحكا كلا قرسن مجرتو مركا نينك حاس كيس وحكا قرسن لا كور كيدا ولا قلبي كيدا وحكا قرسن معاه ناك تنسي دو كورا نينك كيدا كور كيسا إي قلبي كيسا وحكا قرسن ملحن وحكا قرسن ملحن waxaa jirtay gabar oo markasta ninkeeda soo dili jiray soo dili jiray soo dili jiray wali soo celina oo soo celina oo soo dili aabaha oo celin jiray maalintan buulish waxaan ahay xina aabo ninkan maalinka walaashayna dilay inaan dilno aabi wuxuu yiri ma faraaka qaato kadan aan ii daay wa aabihi gabadhiisu ka xeyay wuxuu u geeyay ninkeeda u geeyay markaas wuxuu ku yiri gabadhu waa ku keenay wiilka wuxuu hayaaday raali ah kal caada markuu baxay wuxuu ku yiri gabadhiisa oo asiga dhalay ayuu wuxuu ku yiri gabadheeda waxaan ka rabaa diracanka raba hooyada dhimataa raba inaan ku soo xasuusto diracaaga ama maradaada isii markaas waxay tiri waaye aab isugu waa ku soo bixina may wuxuu yiri ii soo bixineen kan kugu jira raba oo hadda dhididkaaga gaaraan raba inaan qaato markuu waxay tiri aab kan wasaq mid nadiif aan ku soo xuur may kan kugu jira raba ii soo bixi maxay sameeyse ninkeeda gadaashiisa istaagtay dharkii iska soo siibtay gacantaysan ugu soo dhiibtay fiiri ninkeeda gadaashiisa isku qarisay dharkii iska soo siibtay ninkii aabbeheeda saan ugu soo dhiibtay aabbihi marka pointigu rabuu helu wuxuu yiri adeero gabadha aan i dhalay oon soo tarbiyey soo weyneeyey wuxuu yiri fiiri korkeeda waa iga qarsatay gadaashaaday istaagtay taas macnaheeda waxa inaa adiga iga xigtid waay ee gabadha marka leh iga soo dirin aab wuxuu yiri dirac ma rabi iska hayso marka saasa isku noqonaysiin waxyaala hooyo iyo aabba aysan ogeyn ama aysan arkin ama wax ku ogeyn oo ninkaaga ogaana ninka sidoo kale waxyaalo hooyo aabe aysan ogeyn ama aysan arkin ayaa waxaa laga arkayay xaaska ka ogta ama ka aragtay marka meesha waxaa jirta cilaaqa waxaa jirta saana jirto la kala baxaynin sidaa darteed qofka marka hore gelaysa ninow fiirso ha fiirso fiirso qofka gelays kuu hadaarad ilmo wanaagsan baare waalidka baare u noqo meel ku qoro waalidka baar hadaarad ina caruur baare waalidka baar u noqo labo hadaarad caruur baarine waxaa samaysaa إلهي سبحانه وتعالى كو أبوري باري ونقو سو عرور باري كوسي سدح قفت عرور تككيني سيد خويضوت قفي عنها النقطو سدح راس أرن سمي نين هداتي هد وعرور وناكسن ربتت جبدا كوسو هرتي جبدي ربت عرور وناكسن أسو دعويسو جبدي ربتاني إيدنا حسميسو كو والدك باري ونقو والجزاء من جنس العمل خويضا يا أباها باري هدا ونقوتي adigana caruurtaada baari ku noqonayso waa sam waanadii wii ninka aan siiya adigana ku siina sam wa baa waalidka baari noqo iyadana baari ku noqonaysa caruurtana baari ku noqonay waalidkiina baari u noqda caruurtiina baari u noqo waljazaa min jisa ilaahi caadil waa tan labaad lagaaga baahan yahay adina waxaa waaye ilaahigii ku abuuray baari u noqo xijaabkaaga qaado hadihin mareykan aan jooga ama yurub aan jooga mid yariiso madax lagu duubanayo ama timaha inaa fiid ama finaana gishta ama mid korkaa ku dhego waa xijaabana waxay iga hadlaysan gabdha qaarkood waxaa waa mid ku dhedheganaysa wixii khimaar ku dhegan finaana korkeeda u jeeda xabadkeeda caadiya ugu jeeda okay gacmankeeda u jeeda markaas ma xijaabat maxay iga hadlaysan dagaalaba lagu la galab maxay iga hadlaysan waxba kama hadlaysan xijaab macnihiisa ma taqaana isdaji shaydaanka iska naar shaydaanki uu fatwa ku siiyan waxba kama hadlaysan inuu ku dhihin may waxaa ka hadlaysan inuu markuu kuu sheegay khayrun buu kuu sheega xijaabku waa korkaaga inuu dabool ilaahay baari u noqo wuxuu ku amray samay baari u noqo salaada duko soon wixii lagaa rabay wuxuu ilaahay ku amray baari u noqo ilaahay ka baqo baari noqo waalidka baari u noqo ilaahayna baari u noqo see ilaahay baari u noqona wixii wanaagsan uu ku amray samay wuxuu ka reebayna ka reebtoono tan saddexaad nin wanaagsan guurso ninka wanaagsana guursana iskeewa mid yurub ku geynaya ama maraykan ku geynaya miya maya mid guri fiican ku geynaa oo kuu dhisaaya miya maya mid faqriga ku jirtid oo guriga lamiyeeriga ama guriga alwaax ama busta ama kaa bixinayo guri dhagax ku dejinaya miya maya waa ninkaa guursanaysid labadan arrin ka fiiri nin diin leh ma yahay nin ku karaamaynaya hadhow diin lama yahay oo hadhow madax ku saaraya ku dhahaya kor walaashay waa hadduu ku jecel yahay hadduu ku nacban yahaybu nin akhlaaq lehna ma yahay soo labadaas arrin nin akhlaaq leh
iyo nin diin leh inuu ahaado labadaas ka fiiri markuu ninkii marka hore ilaah waalidkiisana baari uu noqday ilaahiga abuurayna baari uu noqday qof fiicanna uu soo guursaday inshaa allah meesha waxaa ka imaaneysa duriyo saalix istarta labaad ay noqoneysa marka qeybta labaad rabo inaan kaadan waxa waaye qeybta oo markaa dadka markaa guursa si caruurtaada ula dhaqmaysa gabadhii rabta caruur wanaagsan waalidkaa baari u noqo ilaahay ku abuurayna baari u noqo nin fiicanne guurso oo ku karaameeyo oo caruurtaada dhihi kartid aabbahood aabbaha fiiri salaad suux masaajidku aadaa waxaa jirta dadka hor ah markaas markii salaaday gaar masaajidka aada masaajidka aada masaajidka aada one of my family-giga ayaa gurigiga maalin imaaday oo qaraabad oo marka waa la joogay mar salaadaa la adeemay markaas wuxuu ku tiri gabadheedi yara wuxuu ku tiri masaajid ma aadaysid miya markaas wuxuu ku yiri ma intaan ku tukan markaas wuxuu ku tiri aabbahii markaas markii la aadeemay masaajidku aada maxaa dhacay soo nin ma tihi wuu xushooday wuu istaagay wuu baxay soo ilmihii waa inay ku faanaadhahaan aabbaheen masaajidku aada aabbaheen dadka macaayo aabbaheen khamra ma cabo aabbaheen salaaduu tukada marka waa inay caruurta ku faani karaan dhihan aabbaheen saan waa ay dhahaan sidoo kale hooyadeed waa inay xijaab qufaa maalin albaabka loo soo gargaraacay hooyadii dhag xijaabay xiratay isla markiiba markii lasoo gargaraacay nin markuu yimaad alba xijaabay xiranaysay albaab kala hadlaysa qaraabada haddayin idu xijaabootay ka fureysa meelay fariisanaysa caruurtaday joogto waa soo gelayin waa fariisanayin haddii kaleba maalin marka waxaa yimid gabadhii yiriis qofka albaabkaas waa orday xijaabkeeda ila xirad waa saddex sano waa markaas maxaa markasta hooyadiiba nin markuu soo galay xijaabay xirata xijaabay xirata tayib fiiri caruurta waa sawir aday ku sawirayeen aday ku koobigareynayeen marka waa hooyo saasoo kale ugu faanaysid caruur ilmiyar waxaa arkay salaada hooyadoo tukanaysa waa tukanayeen ugow ninka waxaan rabaa inaan dhaho caruurtaada markay yar yihiin ilaa saddex sano afar sano ay kasoo gara waxba isuma tihiin hooyadii maanta hooyo maantadhan gacantu haysta hooyo hooyo hooyadaasuu haaya waxaan arkay sawir yar maalin aad iga qusliyo aad waliyaaba runta ah marka wax walba maama ma hooyo 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 hooyadii aabihel ilmaha markii hooyadii joo meeqa su-aal hooyo caana rabaa hooyo xanuunsana hooyo inaan seexda rabaa hooyo xanji ii soo gata hooyo kan labaatan su-aalo markasta hooyo hooyo ku jirto aa la weydiiyey aabihiiyaa loo keenay aabihii hal su-aalaa la weydiiyey hooyada meel labaatan su-aalaa la weydiinaya soo maa ilmihiira aabihii hal su-aal weydiiy su-aasha ma taqaanaa aabo he hooyo aawe bas wax kale leena aabo maxaartan uu yiraa maxaa hooyo aawin baa loogu jawaabay aabo hooyo aabo he hooyo aawe lan hooyadaa listiga la weydiin karo hooyo naxariis waaye hooyo waxaa waaye akhlaaq iyo diin in ilmaha barto marka ninka waxaa rabo inaan dhaho iska fiiri gabadha oo caruurtaada hooyo kugu noqonayso ilmo oo niikiyo oo heesa maarata inay kuu soo baxaan iyo aflaamta kuu daawanayo oo magacyada gaalada iyo magacya dadan loo baahnay yaqaano mise ilmo alxijaabkooda xiranayo salaadooda hooyadood koobigareynaya qalbigooda ayagoo yar caqiida loo baraayo ma rabuk ma diinuk la baraayo ma rabtaa mise ilmo hees iyo waxaan loo joogan la baraaya rabtaa adii kugu xiran tahay sii kugu xiran tahay gabadha guursanaysid iska fiiri khayr allaha ku siiyo tayib qeybta koowaad waxaan dhaha ninka intuusan guursanin ilmo ninkii raba caruur baari ah adiga asiga labadooda ka fiican inuu helo caruur baari kaa fiican kaa wanaagsan meel fiican duya kuu qabta daa rabtid dadkan saddexan u kala qeybina dadkan guursaninaan dhahnay maanta dadkan guursanin waxaa laaga baahan yahay ninka waxaa laaga baahan yahay saddex arrin gabadhan waxaa laaga baahan yahay saddex arrin ninka intaadan guursanin oo caruur adan leh waxaa loo baahan yahay baari waalidka u noqo mar kastaba baari inaad noqotid haddaa baari en hadda noqo intaadan guursanin hooyada ee aabahan cafs weydiiso tan labaad loo baahan waxaa waalidka baari ilaahayga ku abuuray baari u noqo tan saddexaadna qofninkaa kuu soo heray asigana waxaan leenahay baari noqo waalidkaa baari ilaahay waalidkaa baari u noqo ilaahay ku abuurayna baari u noqo qoftaa guursanaysid qof fiican ha noqdo maalinina xasan basri u yimid markaas wuxuu yidhi caruurtayda ayaan rabaa inaa iga waanis markaas wuxuu ku yidhi caruurtaada ma guursata ha waa guursad uu yidhi markaas tuuleydaata buu yidhi caruurta haddii caloosha ku jiraanba tuuleydaat waxaan ku waani caruurtaasa u tarbiyeynaysa kuma bari kare taas qeybta labaadii noqonaysa insha allah tacaala qeybtan waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo halkan arin nina maalin uu yimid imaam uu yimid markaasu wuxuu ku yidhi imaamow gabadhayda yaan ku daraa markaasu wuxuu ku yidhi gabadhaada waxaa ku dartaa nin diin leh sababta maxay tahay ma taqaanaa yuri maya hadduu jeclaadane wuu karaameyna hadduu nacane wuxuu ogyahay aayadda dhihiis fa imsaakum bimacruuf ow tasriixun biixsaan
لا ما ضقفه دوا سنعي كرتا نينك إيه حاسكيز هذي إسفران معنى هذا ما نينك إنه حنية أما قبله هذي إنه أما جبرت إنه حنتها معه نصيب كذا ما هذا خلاف هذا عي جبره حاله جبره وفي يعني تنينك نينك وفي يعني وياها لغيابة فرتان ما دعه واحد دحه وفرتان وحلك وكمديه لكن ماش قدام بينه نقطة جبر هذي لا فراء سينجل ماذا نقطة معنى هذا ما إني ناك حنتها معه نينك هذا حاسكيز سفر معنى هذا ما إنه نحنية معه هذي صان نقطة لكن أو مرة إلى يصدح نعته مركب سؤال question mark فول علامة سؤال أقف كاسفول ليسه وأكيد كوب دو حماد كله بعد محمد كان صدح هذا محمد question mark فول ليسه لكن لو ضقفوا نسيب بعد ما كره حمارة إيمان كرتوا شيخ مركب حوكير نينكا هدو جبرد جعل هذا نح جبرد هذا جعل هذا وقو كرامينا هدو نعني مدلاي معيناي سوى نكسن وصدرة هل وحكم جعل جورك إنه كبل هذا كمر دماغه تسوى إلهي وحوكي يري وحواي مودة ورحمة جعل ينحرس إنتو جعل كجوج الله بذو قفط ما ذحي السارين ولسبود مالي كوبات فرد على سوق أنا هني معاني اللي صلح لها لكن حقوق مركي اللي جوا حلا ودقوبي سويح ودقوبي اللي عصبونيسي اللي بعاني والدي تسوى هري على سوا هذا الله بذو قفصي وعصبونيسي نين جورك وجعل كذا وكسوا هذا لكن وجو مركز جعل كان مجرا ويرانا ويرانا مدام ويرانا وحلو بهاي هذيك إن رحمة كبدشيت جعل مجرى رحمنا حريص أجلس يا سمينا لكن نينك دين تلا أخلاق تلا حسمينا لأن هدول سنة هنا وحالني هنا إنه نايتك إفركم مفرعي إسقاط ما مقبول ما قشن هدارت أنا كفر إسبيحي العكين أنا كفره هدارت أنا كفر يوروب جي هدارت أنا كفر مريكان كي جي هدارت أنا كفر كتنازل مهر كتنازل مركا وحاء إمارة نجوشيش لا قف مركو إلهي كبقايو وحقوقي مالين قيامي إني جرتو وحقوقي إلهي إنه يري إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان سوى ناكس وجود أما سوى ناكس وكرتك وحقوقي إنه إلهي يري مارك كان ما دي باعي سو قيابتك هو بعد وحنكسو قبل قبينينا مارك قيابتك هو بعد ما أنت أنقاذنا عنوانك هذا وحواس مجعشة عروت هذا إني نقضان سدى أذيك جعشة قف دين لأخلاق لو ناكس مجعشة هذه جوابتها تهي وحالك هذا باهي إنا سمين سرح مهان تكي وحنوك لقيبين مارك سدح qaybta koobaad waxaan dhan intaadan guursanin dadkan wali guursanin maanta dadka saan la hadlayn inta ninka guursanin saddex arrin laga baahan yahay waalidka baari u noqo ilaahi baari u noqo gabar fiican raadso gabadhan wali guursanin rabta caruur wanaagsan saddex arrin laga baahan yahay waalidka baari u noqo ilaahi uu ku abuuri baari u noqo nin wanaagsan oo diin lehna guurso ha u guursana ninka Yurub ha ku geeyo ama Mareykanka ha u geeyo nin oo ha u guursana gabadhan Yurub ha u geeyo ama Mareykanka ha u geeyo ama xoolaha ku siiso u guursana qof walba nabiga noo sheegay qofka guursanay sidoo ogyahay marka haddii qofkii rabo caruur wanaagsan inuu helo intaadan guursanin saddexdan arin samay ilaahay khayr ha idin siiyo jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum qaybti koobaad maanta noo dhamaatay qaybta kale dadka guursadayne ayagana waxaan leenahay next week aan ka hadlayna صدّن دقيقة هذا النّي مساء أنت صانو في رماد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظيو عروت الله نو حفظيو آمين لها والله بالله دتك يربي مريكة جوا نحي سو حيال قارك وذ مركة أرتيد أما مقشد إلهي سبحانه وتعالى عروت نو حفظيو إلهي وأذا عروت حفظي سيد نو حفظي اللهم يا رب إلهي وذرية قرة عين ونسيسي جعل كوذنا نو أورت إلهي نو وناجي إلهي نو وناجي إله عروت نو وناجي إله يعروت نو وناجي إله يعرور ديني أخلاق له نص ناقلك إله يعروتنا دين يا أخلاق يا باري نما كورزاق يا رب العالمين يا رب عروتنا باري يا دين يا أخلاق إله عروتنا سي يا رب العالمين اللهم احفظ أهلنا وأولادنا اللهم حب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين آمين 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 جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه حلقة صوت صعته إيوه دتك جورسدي عروت وضقفكي هو عروت باري إنه نقطه محل جدا هي هي إله سمايا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أهل مامينا أنا سيشير قريسان ولا ليه نكلو سي جود بسان بارك الله فيكم في فيسبوك في يوتيوب أهل مامينا أنا ولا ليه نكلو سيشير قريسان جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.